لا ما غنصور غنصور اش بقى الباك اش بقى عليه خويا زوالي كان مريض قتلوه عيطوا عليا لان راه مات جيت نديه كنشوف باه داو ناس اخرين وخليني واحد السيد اخر يعني سير سير ديال الاداره زيرو كما كيلعبوا على القضيه هذه حتى بنادم في الدوايات ديالو كيلقى هذا ديال هذا ولا هذا ديال هذا دابا باك لمن عطاو؟ عطاو لمن عطاو؟ لا والله خويا تصور خويا خويا تصور خويا تصور خويا تقدر تسمع تقدر تسمع تقدر تسمع وانه الوالد كان مريض بروستات والكلاون جبتو لهنا تعافى شويه صحه وسلام نهار اللي دخلتو نهار ثلاث الصباح عيطوا عليه جبت الدم جبت الدم كنشوف فيه راه مزيان واعي كيشيل ليا كيتحرك الغد ليه اللي هو اليوم عيطوا عليا مع 8 ونصف باك مات اللهم ديما لحقتو مزيان وكلشي قال لك هادشي اللي كان واخا جيت لهنا ما لقيناش با جبنا له عيط الغسال ما لقيناش با تفرجوا ما لقيناش با ما لقيتش با ما عطاوه ناس اخرين عندك شي مريض عطاوه ناس اخرين والسيد خور خلاوه لنا انا هذا اش كتسمى قمة الاستهتار بلادة تسيير تسيير ما كايناش ازيرو كيما ما سيرتيش انت غير حاجه سهله هذا كنقول لك كيفاش غتسير الضوء الضوء ديال هذيك غنعطي لهذا الضوء ديال هذا غنعطي لهذيك هذاك تقدر تموت هذاك تقدر يموت ما يموتش هذا هو السيستم ديالو ديال الكلينيك ديال البولي كلينيك ديال الدرب غلف